دي الكريسيرات يو. والنهارده هنعمل اكله جميله مع بعض، وهي عباره عن قرص لحمه مفرومه. وتعالوا نشوف المكونات سوا ونشوف هنعمل ايه. وحبيت اشكركم على تعليقكم الجميل على الفيديو اللي قبل دوت، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وتعجبكم الاكلات اللي انا بعملها. وتعالوا نشوف هنعمل ايه سوا. بسيطه جدا، لحمه، بصل مبشور، بقدونس، والخضرة التوابل ملح وفلفل وكمون. طبعا احنا هنشوفها النهاردة بطريقة غريبة جدا، وهي ان انا هخلط كل دول على بعض اكني بالظبط هعمل كفتة، بس الوضع ان هي مش هتعمل كفتة، هتعمل حاجة تانية خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويا رب تعملها مع بعض تلعب بالمنظر دوت. طبعا انا مش هسيبها كده، اللي عنده كبة هيحطها في الكبة زي ما احنا شايفين. ده عشان خاطر ان انا عايزها تبقى مسكة وطرية جدا. ويلا بينا نضربها في الكبة. وهنبدأ نضربها في الكبة ونشوف هتبقى شكلها ازاي. اهم حاجة عندي ان هي تبقى طرية خالص عشان احنا هنعمل كده. جبنا صينية وهنحطها في الصينية، وهنبدأ نفرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عشان انا بصور بايد واحدة فهستأذنكوا افردها وارجع لكم على طول. ودوت دلوقتي بعد ما فردناها، وزي ما احنا شايفين شكلها اتفردت كلها في الصينية، وهنحطها دلوقتي في الفرن ونرجع بقى ان شاء الله بعد ما تخلص ونشوف بقى. وكده نكون خلصنا الاكلة بتاعتنا، ويا رب تعجبكم، وما تنسوش اللي على التعليقات.